السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وهذه عناوينها. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. خمسة آلاف أسرة من ساكنة المناطق الجبلية بإقليم أزلال تستفيد من المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد القارص. ولجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 تكشف بالدار البيضاء عن الهوية البصرية لحملة ترشح المملكة وشعارها ترشيح أمة. أهلا بكم. مسال النشرة من القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. التفاصيل. يتقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالدار البيضاء أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين يقدمون لجلالة الملك أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى جلالة الملك. السيد زكاليا كوتي سفير جمهورية بوركينا فاسو، سفير الجمهورية اليمنية الله يبارك عمر سيدي. السيد عز الدين سعيد أحمد الأصبحي سفير جمهورية اليمن. سفير جمهورية النيجير الله يبارك عمر سيدي. السيد أدا ساليسو سفير جمهورية النيجر. سفير جمهورية العراق الله يبارك عمر سيدي. السيد عبد الكريم هاشم مصطفى سفير جمهورية العراق. سفير اليابان الله يبارك عمر سيدي. السيد تاكوجي أناتاني سفير اليابان. السيد ألسانا سيتي جامح سفير جمهورية غامبيا. سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الله يبارك عمر سيدي.
السيد توماس ريلي سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. سفيرة أستراليا هاي بقى مرسيدي. السيدة برينسي إبيغايل أوين جونز سفيرة أستراليا. سفير جمهورية غانا الله يبارك عمر سيدي. السيد ستيفان محمد داوني ياكوبو سفير جمهورية غانا. سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. السيد بابا غاربا سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية. سفير جمهورية الصين الشعبية الله يبارك عمر سيدي. السيد ليلي سفير جمهورية الصين الشعبية. سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. السيد غودز شميدت بريمي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية. سفير المملكة البلجيكية الله يبارك عمر سيدي. السيد مارك ترنتيسو سفير مملكة بلجيكا. سفير جمهورية كرواتيا الله يبارك عمر سيدي. السيدة جاسنا ميليتا سفيرة جمهورية كرواتيا. سفير رئيس مملكة النرويج الله يبارك عمر سيدي. السيدة ميريثي نيرغارد سفيرة مملكة النرويج. سفيرة الجمهورية الإيطالية الله يبارك عمر سيدي. السيدة باربارا بريغاتو سفيرة جمهورية إيطاليا. سفيرة الاتحاد الأوروبي الله يبارك عمر سيدي. السيدة كلوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي. سفير جمهورية مصر العربية الله يبارك عمر سيدي. السيد أشرف إبراهيم أحمد إبراهيم
سفير جمهورية مصر العربية. سفير المملكة الأردنية الهاشمية الله يرضى عن سيدي. السيد حازم عصام الخطيب التميمي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية. سفير دولة فلسطين الله يبارك عمر سيدي. السيد جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي، سفير دولة فلسطين. سفير ماليزيا الله يبارك عمر سيدي. السيدة أستانا بانو بنت أشري عبد العزيز، سفيرة ماليزيا. السيد ريشيليو ويليامز، سفير جمهورية ليبيريا. وقد حضر هذا الاستقبال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي السيد محسن الجازولي والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. يوصل المستشفى الميداني العسكري الطبي الجراحي بجامعة للعزيزة بإقليم شيشاوة يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية لساكنة المنطقة، مستشفى أقيم تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. سمية بلعياشي وحسن مسكور. من دوارت الدرت دمسيرة قدمت هذه المرأة باحثة عن مساعدات وتوجيهات أطباء المستشفى فيما يخص حالة ابنها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا، بفضل خدمات هذا المستشفى العسكري استفاد ابني من العلاجات. الطفل لا يشكو من مرض آخر عدا إعاقته وتقرحات على مستوى الجلد ناجمة عن جهل الأم بكيفية العناية به. هذا الطفل عمره 10 سنوات يعاني من تأخر نفسي حركي منذ ولادته. فحص هذا الطفل أظهر لنا تشوهات على مستوى المفاصل، وهو يحتاج أولا إلى خدمات مساعدة اجتماعية، ثانيا إلى رعاية شاملة، وهذا ما وضحناه للأم. من صيدلية المستشفى تسلمت الأم الأدوية اللازمة وبعد ذلك كرسيا متحركا سيساعدها في نقله من مكان إلى آخر وفي تمكينه من وضعية الجلوس بعدما كان يقضي كل أوقاته مستلقيا جراء إعاقته. رافقت جارتي التي استفاد طفلها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة من الدواء والكرسي المتحرك مما سيسهل حياة هذا الطفل. شكرا جزيلا. تنصرف السيدة مسرورة بعد أن استفادت هي وابنها من دعم وخدمات المستشفى الطبية والاجتماعية، فيما تواصل مختلف مصالح المستشفى فحص من هم على طوابير الانتظار وإسعافهم كل حسب حالته الصحية. وبإقليم ظلال، مساعدات إنسانية قدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة 5000 أسرة من ساكنة المناطق الجبلية، حيث موجة برد قارس وتساقطات ثلجية كثيفة تحد من إمكانية تنقلهم. عبد المجيد حلاوي وعمر شليدي. لا يخفف من قساوة الطقس بإقليم الظلال سوى هذه المبادرة التضامنية الحميدة التي دأبت عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. خلال يومي الاثنين والثلاثاء
استفادت 5000 أسرة من المواد الغذائية والأغطية في إطار الشطر الثاني من برنامج تقديم المساعدات. كنشكروا ملكنا صاحب الجلالة مولاي محمد السادس نصره الله وعيده وطول الله عمره، وكنسجد تبارك الله حفظه وليه العهد على الجليل مولاي الحسن أو العسرى أو العسرى الملك الشريف، الله الوطن والملي. الله ينصر سيدنا، جابنا الطرمون الله يكثروا بخير، والحمد لله راه فكر فينا الله يجزيه بخير. جماعات أيت محمد وأيت أم ديس بالإضافة إلى جماعات أيت بلال وسيدي بوالخلف وأيت تمليل استفادت ساكنتها من هذه المبادرة التضامنية. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالتنسيق مع السلطات المحلية لعملة أزلال توزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس والساكنة في أعالي الجبال وفي المناطق النائية. السكر والزيت والشاي والحليب والدقيق كلها مواد يصعب الحصول عليها في وسط جبال تغمرها الثلوج. هي هذه القافلة التضامنية قربت المسافات ويسرت ما صعب الوصول إليه من قبل الساكنة. عقد مجلس المستشارين اليوم جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، محورها الأول الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية. محمد الوهيبي وعبد العلي عيد. في مستهل رد السيد سعد الدين العثماني اعتبر أن الحكومة حرصت على تنزيل الإصلاحات البنيوية الداعمة للحكامة الترابية، وشملت الإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية من خلال إقرار ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية الهادفة في عمقها إلى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة الجيدة. الحكامة الترابية كتعني تدبير ديال الجهات بالخصوص وديال الجماعات الترابية على مستوى الجهات باش تكون أولا فيها الشفافية، فيها النزاهة، فيها الحكامة الجيدة، ولكن أيضا فيها العدالة. كاين جهات اللي ما استفدتش من ثمار التنمية لعقود من الزمن، كيفاش يمكن هاد الجهات تستفد من ثمار التنمية؟ وهذا هو الهدف في العمق من الزيارات اللي كتقوم بها الحكومة لعدد من الجهات باش نطلعوا على الأوراش على الأرض. الفرق المتدخلة اعتبرت موضوع الحكامة الترابية محورا مهما باعتباره مدخلا أساسيا لطرح مواضيع ذات الصلة كتفعيل اللامركزية والجهوية كمحورين ضروريين لإرساء التنمية، وعبرهما تقوية دور الإدارة وترسيخ دور الجهات بالنظر إلى منح اختصاصات متشعبة. في إطار هذه الاختصاصات أشنا هي الإمكانيات الفعلية المتواجدة داخل الجهات لكي تقوم بهذا الدور المنوط بها، مثلا في التنمية في التشغيل هذا اختصاص ذاتي ديال الجهات، ولكن أشنا هما الآليات التنمية داك الصناديق الموجودة تحت رئاسة الحكومة، صندوق ديال الصندوقين ديال التوازن ما بين الجهات إلى آخره، هذو كلهم بعض الآليات التي لا بد أن نبحث جميعا كيف يمكن لها أن تلعب دورها على مستوى المجالات الترابية. الحكامة الترابية تستلزم أولا على الحكومة أن تخفف وطأ الوصاية الذي نعتبره كسيف مسلط على المنتخبين، ولا بد من تشديد الرقابة البعدية عوض الرقابة القبلية. ثانيا لا بد من إعادة النظر في مجموعة من المسائل المرتبطة بردم الهوة القائمة بين جهات المملكة وأحيانا داخل نفس الجهة. الحكامة الترابية الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تقوم بدون ميثاق لا تمركز الذي نادى به صاحب الجلالة، ولكن بدون موارد بشرية مؤهلة وتكوين، بدون موارد مالية ذاتية، بدون اعتماد معايير موضوعية في توزيع الميزانيات الخاصة بصندوق ما بين الجهات وكذلك صندوق التأهيل الاجتماعي، لا يمكن بتاتا أن ترى جهوية متقدمة فاضلة على الصعيد المحلي النور. إجراءات عدة تم بسطها من بينها إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكمة الجيدة قائمة على مبادئ المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة لجماعة الترابية، والاستمرار في أداء خدماتها وضمان جودتها، وكذا تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
ثاني المحاور المطروحة خلال هذه الجلسة العمومية يهم سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين. عبد الهادي الجحفي وعبدنا الهراس. شكل موضوع سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة ثاني محور في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين. السيد سعد الدين العثماني تطرق إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإصلاح صندوق المقاصة وتمكين الفئات الفقيرة والهشة من الاستفادة من موارد هذا الصندوق الذي أحدث بهدف حفظ القدرة الشرائية للأسر الفقيرة ودعم تنافسية المقاولات. وهذا صندوق المقاصة احنا كنا قلنا من البداية في البرنامج الحكومي بأن الحكومة عازمة على إصلاح صندوق المقاصة، ولكن هذا الإصلاح غادي يتم بشروط. هو قبل كل شيء غيتم واحد مجموعه ديال الدراسات مشتغلين عليها الان، وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد واللي عطينا الرقم الموحد. هذا السجل الاجتماعي اللي غادي نعرفوا فعلا اللي محتاج من اللي ما محتاجش، اللي غيتوجه ليه البرامج الاجتماعيه، باش ماشي بعض الناس اللي ماشي ما عندهمش الشروط وما فيهمش المعايير كيمشيو كيستافدوا من البرامج الاجتماعيه. مداخلة الفروق البرلمانية ركزت على الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإصلاح هذا الصندوق دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي. هذا الصندوق المقاصة لكي يلعب دوره الأساسي والرئيسي، ضروري أن نحصر ذوي الطبقات المحتاجة أو الطبقات الفقيرة التي سوف تستفيد من هذا الصندوق، ولكي في نفس الوقت أن حماية الطاقة الشرائية ديال هذه الطبقة، ولكي لا تستفيد منه طبقات أخرى التي هي في غنى عن هذا الصندوق. ما أقدمت عليه الحكومة السابقة ولهذه فيما يخص المقاصة هو ضرب لمنظومة المقاصة التي كان الهدف منها منذ تأسيسها هو حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك. أما الدعاية بأنها حدفت الدعم، فالمقاصة ليست هي الدعم بالضرورة. دليل هو أنها في بعض اللحظات كانت تدير دخلا على الدولة، وبالتالي فهي إجراءات معزولة لا يمكنها أن نسميها إصلاحا. نسائل الحكومة في طريقة ديال إنزال هذا الإصلاح ديال صندوق المقاصة، خصوصا بأن فيما يخص الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة اللي كتذكر عليها الحكومة كتقول لك بأن ستكون هنا امتيازات من الطبقة هذه، بغينا احنا كمعارضين نعرفوا الطريقة الدقيقة اللي غتمر بها الإحصاء ديال هاد الناس وكيف الطريقة ديال الاستفادة ديالهم، خصوصا بأن هناك الطبقة المتوسطة اللي كتهبط حتى هي ديك الطبقة ديال الفقيرة، خصوصا بأن في السنوات الماضية كنا كنذكروا على الزيادة فيما يخص داكشي ديال الغازوال وكذا، احنا وصلنا لبين 2018 وصلنا الغازوال اللي كنا كنذكروا بأنه وصل 10 11 درهم والزيادة، ولكن كانوا كيقولوا لنا ذاك الوقت الحكومة كانت كتكذب، كيقول لك بأن هناك تشويش من طرف المعارضة على الحكومة. الجلسة الدستورية الشهرية لرئيس الحكومة مناسبة للتعرف على الإجراءات المرتقبة التي تنوي الحكومة تطبيقها في العديد من القطاعات الاجتماعية. فرصة إذن أمام السلطة التشريعية والتنفيذية للتوافق على الإصلاحات الهيكلية التي تتوخى إرساء عدالة اجتماعية تهدف دعم القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. جرى اليوم بالرباط تنصيب عدد من الوزراء الجدد الذين عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم أمس. حسن طباعي والتفاصيل. بمقر وزارة السكنة تم مساء اليوم تنصيب عبد الأحد الفاسي الفهري كوزير لإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنة وسياسة المدينة، وهو خريج المدرسة العليا للتجارة بباريس ومختص في قضايا التدبير والتنظيم الإداري وعضو المكتب السياسي لحزب التقدمي والاشتراكية. وبمقر وزارة التربية الوطنية تم تنصيب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الحاصل على شهادة دكتوراه الدولة في البيولوجيا بباريس، وكان يشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة 2015. وبنفس المناسبة تم تنصيب محمد الغراس كاتبا للدولة مكلف بالتكوين المهني، وهو عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، ويشغل نائب رئيس هيئة الليبرالية الدولية، وكان مديرا بوزارة الشباب والرياضة. وبمقر وزارة الصحة تم تنصيب أناس دوكالي كوزير للصحة، وهو الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء والفيزياء بكلية العلوم بالرباط سنة 2002، وكان مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات منذ سنة 2015.
وينضم إلينا اللحظة ياسر العمراني في هذه الإطلالة الاقتصادية. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا. مساء الخير مشاهدينا الكرام. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش اليوم ببروكسل محادثات مع السيد كارمينو فيلا المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، وبحث الطرفان خلال هذه المحادثات التعاون الاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال الصيد البحري. تتواصل ببرلين فعالية الأسبوع الأخضر الدولي الذي يرتقب أن يستقبل حوالي 400 ألف زائر. المعرض يعرف مشاركة المغرب للمرة الخامسة على التوالي، حيث تراهن المشاركة المغربية على التواصل المباشر بين التعاونيات والمستهلكين الأوروبيين. ربورتاج خديجة الجمالي وياسين المعازي. معرض الأسبوع الأخضر في برلين، حيث الرواق المغربي يعلن عن تموقعه في هذا الحدث الدولي بألوان ومنتوجات مغربية متفردة. زوار قدموا من ألمانيا وأوروبا يكتشفون هنا تنوع المنتوجات المجالية المغربية. أحب إعداد أطباق بالخضر والكسكس والتوابل المغربية. أعجبني المنتوج وتنظيم الرواق. منتوجات مختلفة عما عهدناه بألمانيا وأوروبا، مواد مميزة. معروضات هامة تترك انطباعا جيدا، قطعا أرغب في زيارة المغرب. أزيد من 20 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي تمثل كل جهات المملكة ومختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي تحضر في المعرض. تعاونيات انطلقت محليا وحظيت بالدعم والمواكبة التقنية لتعرض منتوجات بمراحل إنتاج وتلفيف تواكب معايير الجودة العالمية. الكسكس الخماسي اللي هو منتوج مغربي صحراوي مختص في الأقاليم الجنوبية وحصل على البيان الجغرافي محمي جغرافيا ودخل الأسواق الحمد لله الوطنية كاملة، وجينا هون الأسواق الدولية والمعارض الدولية باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا. المنتوج ديالنا هو منتوج اللي واخد شهادة التحديد الجغرافي للأركان إي جي بي، عنده كذلك شهادة البيولوجية مع إيكو سيخت، وعنده وكنا أول تعاونية في العالم اللي كتاخد الشهادة ديال كوميرس إيكيتابل فير تريد اللي مسيرتي من ألمانيا فلو سيخت. مشاركين بالزعفران بسيرتيفيكات ديالنا، سيرتيفيكات بيو، سيرتيفيكات لونسا، سيرتيفيكات او بي، سيرتيفيكات فيرتليد. عروض الطبخ والتذوق حاضرة بدورها في هذا المعرض لتمثل المطبخ المغربي وتراءى مكوناته الطبيعية. رواق هو دعوة مفتوحة لاكتشاف المنتوج المغربي. نواصل الاقتصادي الآن من إقليم الحاجب، حيث يعد النشاط الفلاحي من أهم الأنشطة الاقتصادية بالإقليم. المساحة الصالحة للزراعة تصل إلى 150 ألف هكتار، تشكل منها الحبوب مساحة 56 ألف بإنتاج سنوي فوق 160 ألف طن. باقي الزراعات التي تتواجد بالإقليم نتعرف عليها من خلال ربورتاج إيمان سلاوي وحمزة السايح. إقليم الحجب الذي يبعد عن مدينة فاس بستين كيلومترا ويتميز بعدد كبير من الزراعات كالحبوب والأشجار المثمرة، وهنا بهذه الضيعة الفلاحية ذات الكثافة العالية التي تمتد على مساحة 290 هكتارا، عدة أنواع من أشجار الزيتون قام هؤلاء الفلاحون بجني آخر محاصيلها، وإجمالا تبلغ المساحة المخصصة لزراعة الزيتون بالإقليم أزيد من 16500 هكتار. كما كتشوفوا احنا عندنا كثافة جد عالية، تقريبا واحد 2380 شجرة في الهكتار، كتختلف من الانواع، يعني النوع الاربي كوين كيعطينا ما بين 10 حتى 12 طن بار هكتار، ونوع الاربوسانا ما بين 12 حتى 14 طن، وبالنسبه للكورونيكي ما بين 8 حتى 10 اطنان في الهكتار.
الإقليم كذلك يحتل الرتبة الأولى في إنتاج البصل بمساحة تناهز 6000 هكتار ومردودية تصل إلى 60 طنا في الهكتار الواحد. وهنا في هذه الأرض الزراعية قام الفلاحون في إطار هذه التعاونية بزراعة شتلة البصل استعدادا لنقلها إلى الأحواض. الخضرة التي كركزوا عليه هو إنتاج وتثمين البصل اللي كتعرف أن إقليم الحاجب من المصدرين الأساسيين ومن المنتجين الأساسيين ديال البصل. عندنا تقريبا حوالي 100 هكتار تنقسموها على حسب المواسم الموسم الفلاحي، وكنركزوا بالاساس في قطاع البصل اللي تقريبا كنتجو فيه واحد 50 حتى 60 هكتار ديال الانتاج ديال البصل. الإقليم الذي تبلغ فيه المساحة المخصصة للزراعة 150 ألف هكتار استطاع في السنوات الأخيرة تطوير مردودية وإنتاج عدد كبير من الزراعات. زرعت الزيتون بواحد المساحة ديال 16 ألف هكتار. هنا لابد من التأكيد أنه كان خاصية مميزة لهذا الزرع على مستوى إقليم الحاجب، بحيث أنه المساحة المزروعة زادت ب 3600 هكتار منذ امتلاك مخط المهر الأخضر. زراعة البصل على مستوى إقليم الحاجب كتوصل تقريبا ل 6000 هكتار بواحد المردودية متوسطة ديال 60 طن في الهكتار، مردودية عالية جدا. تحسين جودة القطاع الفلاحي بالإقليم راجع إلى مخطط المغرب الأخضر ومواكبة الفلاحين، وكذلك عدد كبير من التحفيزات الهيدروفلاحية في السقي بالتنقيط، وكذلك عبر خلق وحدات للتبريد وتثمين المنتوجات الفلاحية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدره 0.7% في 2017 بالمقارنة مع سنة 2016. وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0.1% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4%. أما الآن فننتقل لنتابع النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء إلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود لرضا لإتمام الرئيسية. ونشكرك ياسر. نواصل من الرباط، حيث التأم خبراء مغاربة وإسبان في لقاء ضم ممثلين عن القطاعات العمومية وهدفه تبادل التجارب في مجال تحسين عمل الإدارة. خديجة زروال وعبد الرحيم فيلول. يدخل هذا اللقاء في إطار سعي المغرب إلى تفعيل مبادئ الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وهي المبادرة المتعددة الأطراف تم إطلاقها عام 2011 وتضم في عضويتها 74 بلدا، مبادرة تهدف إلى النهوض بمبادئ الحكومة المنفتحة المبنية على الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية. المغرب منخرط الآن وتيوفي بواحد العدد ديال الالتزامات في هذه الشراكة الدولية وضع برنامج وطني، والآن احنا غنطلعوا على التجربة الإسبانية في تفعيل الالتزامات المتعلقة بالحكومة المنفتحة. بالفعل التجربة الإسبانية كانت حاضرة في هذا اللقاء لإثراء النقاش واستثمار فرص التكامل لتجاوز التحديات التي يواجهها المغرب لتفعيل انضمامه للشراكة من أجل حكومة منفتحة.
de nos expériences mutuelles favorise le meilleur développement de nos administrations. تبادل التجربة الإسبانية والمغربية ستمكن من تحسين عمل الإدارة وعصرانتها. فالشفافية وإشراك المواطنين ونجاعة العمل الإداري كلها أهداف تتقاسمها المملكة المغربية والإسبانية. sont des objectifs que nous partageons aussi bien au Royaume du Maroc qu'en Espagne. مشروع انضمام المغرب لمبادرة الحكومة المنفتحة يندرج في إطار سلسلة الإصلاحات التي تنخرط فيها الحكومة لتعزيز الشفافية والانفتاح على المواطن واستعادة ثقته في الإدارة العمومية والعمل الحكومي. إلى أديس أبابا، حيث اختتمت لجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الإفريقي أعمال دورتها 35 بتبني تقريرها الذي ستحيله على الدورة 32 للمجلس التنفيذي المنعقد يوم الخميس المقبل. مراسلة عمد مسمير وفهد الحرش. كسب رهان محاربة الفساد موضوع محوري في اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقي لتحقيق التنمية المنشودة بالقارة، بالاضافة الى تنفيذ اجندة 2063 للقارة وخطة عملها العشرية وتنفيذ الاصلاحات المؤسسية المقترحة للاتحاد الافريقي. الاجتماعات كانت مناسبة لبسط التجربة المغربية في العديد من المجالات. الوفد المغربي وعلى غرار باقي الوفود الافريقية شارك بتقديم تجربة المغرب وخبراته المتراكمة وكذا إمكانياته والمجالات التي طورها بخصوص التفاعل والتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي. One is the flagship project. أول قضية محورية تهم بالأساس حرية تنقل الأشخاص وإقامتهم، والقضية الثانية تهم حرية تنقل البضائع والسلع والتي حظيت بمناقشات مستفيضة، والقضية الثالثة تهم اتفاقيات التبادل الحر بالقارة والتي ستناقش في قمة خاصة نهاية شهر مارس المقبل. سفراء والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أكدوا خلال هذه الاجتماعات المغلقة بمقر الاتحاد الإفريقي على ضرورة بذل جهود مضاعفة من قبل الحكومات لإيجاد حلول اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأفارقة، خاصة بالدول المتضررة من التحولات المناخية وغيرها من التحديات كالإرهاب، معتبرين أن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد يحتاج إلى الالتزام. Comme vous savez que nous sommes en train de préparer كما تعلمون نحن بصدد الإعداد للقمة المقبلة، لذا نعمل على إعادة النظر في عدة وثائق وفي الاستعدادات لنتمكن من وضعها لدى المجلس التنفيذي بخصوص كل القرارات المتعلقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي. لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي أنهت اجتماعها العادي 35 والذي يسبق قمة الاتحاد الإفريقي حول موضوع ربح رهان مكافحة الفساد. اللقاءات التي جمعت سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد تطرقت إلى مسودات أجندة وقرارات الدورة 32 لاجتماع المجلس التنفيذي والدورة 30 للاتحاد الإفريقي. للقناة الأولى عماد أمسمير، فؤاد الحرش، من مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا إثيوبيا. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعمها لتطلع الرئيس الفلسطيني لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماع في بريكسل جدد خلاله محمود عباس دعوته لدول الاتحاد بالإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على مواصلة المفاوضات من أجل السلام. إلى سوريا، حيث الآلاف يفرون من عنف المعارك الدائرة بعفرين، وفرنسا تتحدث عن وضع إنساني صعب وتدعو إلى ضبط النفس في ختام مشاورات عاجلة لمجلس الأمن الدولي. عبد الوهاب الكعراطي. أنهى مجلس الأمن الليلة الماضية جلسة مشاورات عاجلة عقدت بطلب من فرنسا لبحث التوغل التركي في عفرين السورية والحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي ضد المسلحين الأكراد دون إصدار إدانة أو إعلان مشترك. وفي ردود الأفعال عن العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين، دعت عدد من الدول الغربية أنقرة إلى ضبط النفس، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي أبدت قلقها من النتائج المتحدة
المحتملة للتحرك العسكري التركي في عفرين، لكنها في المقابل أقرت بأن لتركيا مصلحة مشروعة تخص أمن حدودها. وعلى الساحة تواصلت العمليات العسكرية في عفرين لليوم الرابع على التوالي، إذ تحاول القوات التركية تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على قراها الحدودية، مما يتيح لها التوغل بعمق في ريف حلب الشمالي والغربي. ومع استمرار المعارك والقصف التركي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آلاف الأشخاص يفرون من مناطق الاشتباكات شمال غرب سوريا، وأن قوات الحكومة السورية تمنع النازحين من عفرين من عبور نقاط تفتيش نحو المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في مدينة حلب التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن عفرين. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عن منصبه نهاية شهر فبراير القادم، وذلك بعد نحو 3 سنوات حاول خلالها إنهاء الصراع في البلاد. بدأ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم أشغاله بحضور أبرز قادة دول العالم و3000 شخص يمثلون نخبا سياسية واقتصادية، موعد يجري وسط تفاؤل بسبب الانتعاش الاقتصادي العالمي وفي جدول أعماله موضوع بناء مستقبل مشترك في عالم متجزئ. وفي اليابان لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون عقب ثورة بركان قرب منتجع تزلج. الحادث تسبب في انهيار ثلجي حاصر عشرات الأشخاص في أحد الجبال، والجهود متواصلة لإجلائهم. وكالة الأرصاد اليابانية حذرت من احتمال تجدد ثوران البركان ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة. ونعود للخبر الوطني. اليوم وصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة. فاتحة أمغار وعشر بن مسعود. استأنفت غرفة الجنايات خلال الفترة الزوالية لهذا اليوم بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أطوار محاكمة المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة. الجلسة عرفت تدخل دفاع المتهمين في مرافعتهم حول الردود التي تقدمت بها النيابة العامة وهيئة الدفاع الحق المدني. النيابة العامة عقبت، حنا عقبنا، أعطاهم كتحق الرد. حنا طلبنا قرار يدرج في مداولة على أساس خصم مناقشة ودرج في مداولة في الدفع الطلبات يوم الخميس. وتم تأجيل ملف هذه المحاكمة إلى الخميس المقبل قصد إدراج الملف في المداولة والبت في الدفعات الشكلية والطلبات الأولية. الإطلالة الرياضية لهذه النشرة نستهلها من الدار البيضاء، حيث انعقد أول مؤتمر صحفي للجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، وخلاله تم الكشف عن الهوية البصرية لحملة ترشح المملكة وشعارها ترشيح أمة. خالد الزدون والعربي نهيري. بعد تقديم ملف الترشيح الرسمي لاحتضان مونديال 2026، بدأ فريق العمل بابتسامة تحمل أمل وطن بأكمله، تخفي وراءها الكثير من العمل والكثير من التحديات. لن نعمل على نقاط القوة والضعف لدى الطرف الآخر بقدر ما سنعمل على أحقيتنا بالمونديال، هكذا كانت الرسالة. دونك نو زافون ديماري. بدأنا اليوم مرحلة التواصل، لكل شيء وقت معين ومحدد. بعد مرحلة إعداد الملف سنخبركم بالمستجدات كلما كان الأمر ضروريا لذلك. بطبيعة الحال لا يمكن أن نصرح بكل شيء لأن طبيعة العمل تفرض بعض السرية في جوانب أخرى بالنظر للملف المنافس. وسنعمل على تفويض حظوظنا تحت قيادة صاحب الجلالة. تم الكشف اليوم أيضا عن شعار المغرب خلال مرحلة حملته لحشد دعم المعنيين. قبل ذلك لابد من تعبئة كل الأطراف والانخراط في هذا المشروع. الحكومة معنية بجانب البنية التحتية وخلق الأرضية الملائمة في علاقة تشاركية بين القطاع العام والخاص. لكأس العالم 2026 الكلفة ديال هاد البنية التحتية كندرسوها على أساس أنها ماشي كاملة غادي تخرج من الميزانية العامة للدولة، كنقلبوا على دي مونتاج فينونسي
يعني في إطار البارتناريا بيبليك بريفي، الشراكة مع القطاع الخاص لبناء هذه الملاعب باش نقلصوا الحجم اللي غادي يخرج من الميزانية العامة. بين أول وآخر ملف ترشيح للمغرب لاستضافة المونديال أشياء كثيرة تغيرت. الاتحاد الدولي اعتمد معايير جديدة في تقييم الملفات حتى أن نظام التصويت تغيرت. المغربي هي برونزية أولمبية بطلة خلال القارة. في المغرب تكريم البلضمة رياضية في قدموها
أمّا.